سنحكي لكم في هذا الفيديو عن أغرب الوظائف التي يتقاضى أصحابها رواتبا كبيرة. فلنبدأ. العناق. هل كنت تعلم من قبل أن العناق يمكن أن يدر لك ربحا ليس سيئا؟ هكذا فعلت الفتاة التي تدعى سامانتا جيس، والتي تعتبر من أشهر الفتيات التي تعانق أشخاصا غرباء مقابل 60 دولار في الساعة، معطية إياهما الشعور بالدفء والمؤازرة. فكرة جاءت إليها في عام 2012 عندما قرأت لافتة يمسكها شاب مكتوب عليها عناق بالمجان، وبالقرب منه كان هناك شاب آخر يقف بالقرب منه يمسك لافتة مكتوب عليها عناق دافئ مقابل 2 دولار. اتجه الأشخاص لعناق الشاب الثاني أكثر، مما دفع الفتاة في تنفيذ هذا المشروع. قامت الفتاة بإنشاء سترات أب كادل أب تو مي، وهي يعني التصق بي، وأصبحت نجمة مشهورة. تمتهن سامانتا في الوقت الراهن هذه المهنة التي تجلب لها الكثير من النقود مقارنة بالوظائف الأخرى. تكسب سامانتا حوالي 7000 دولار في الشهر. البكاء. هناك أشخاص يمارسون تلك المهنة، وهي كيفية البكاء بطريقة محترفة، وهم الذين يذهبون لتشييع جنازة شخص ما ويظهرون حزنهم الشديد وتأثرهم بفراق المتوفي. لكن هذه المهنة قديمة، حيث ظهرت في الفن اليوناني والمصري القديم. كان البكاؤون جزءاً مهماً في العديد من الثقافات، ولا يزالون على هذا القدر من الأهمية حتى يومنا هذا في دول معينة مثل البرازيل وإسبانيا وتايوان، حيث يتم استجارهم من أجل خلق جو حزين وكئيب في تشييع جنازة ما. تكمن مهمة الشخص البكاء في البكاء والصراخ والعويل وتعديد الخصال الحسنة للميت وغيرها من الأمور. بشكل عام عليه أن يفعل كل شيء كي يشعر الآخرون بالمصيبة. يمكن للبكاء المحترف أن يربح من 30 إلى 120 دولار في الجنازة الواحدة. إذا كانت الجنازة تستمر من ساعتين إلى 3، فهذا يعني أن الشخص البكاء يمكن أن يعمل في أكثر من جنازة في اليوم الواحد، ويجني من 60 إلى 360 دولار في اليوم. النوم. يحصل الأشخاص الذين ينامون في الفنادق المختلفة على أموال كثيرة مقابل اختبار جودة المرتبة والفراش الذي سينام عليه النزيل. النوم في هذه الوظيفة يمكن أن يدر لك ربحاً يقدر بثلاثين ألف دولار في السنة. يعتقد أن هذه المهنة ظهرت لأول مرة عندما قامت إدارة فندق فين في هيلينسكي في عام 2013 باستجار أول شخص ينبغي عليه أن يختبر جودة النوم في غرف الفندق ويكتب تقريراً عن ذلك. لذلك كان ينبغي عليه أن يتحدث اللغة الروسية والفنلندية والإنجليزية بطلاقة. بدأت الكثير من الفنادق الأخرى في استخدام هذه الوظيفة بعدها. بالمناسبة ليست الفنادق وحدها هي التي تقوم باستخدام هذه الوظيفة، لكن الشركات التي تنتج المراتب أيضا. يطلقون على من يتقلد هذه الوظيفة اسم مختبر المرتبة. هؤلاء الأشخاص ينبغي عليهم أن يجلسوا ويناموا على المراتب المقدمة لهم وعلى السرر وقضاء بعض الوقت عليهم. هم يعملون لمدة 30 يوم. ينبغي على المختبر بعد انتهاء المدة أن يكتب تقريراً يذكر فيه الإيجابيات والسلبيات التي عثر عليها في السرير أو في المرتبة مقابل 30 أو 60 ألف دولار في العام. العيب الوحيد في هذا العمل هو عدم وجود إجازات. لكن لماذا تحتاج إجازة وأنت تنام في العمل؟ الشخص الذي يدفع الناس. يقوم هذا الشخص الذي يرتدي الزي الرسمي الياباني بدفع الناس، والذي يطلق عليه في اليابان اسم آسيا. اليابان هي بلد يعاني من التكدس السكاني، لذلك ليس من المدهش أن نرى في المترو أثناء ساعة الذروة موظفاً يقوم بتنظيم تدفق الركاب إلى المترو، ويقوم أيضاً بإدخال القدر المستطاع منهم في العربة. يدخل من ضمن مهامه أيضاً تقديم المساعدة للركاب عند ركوبهم في العربات المزدحمة. ينبغي على الشخص أيضاً أن يتابع حتى لا تعيق أمتعة الركاب غلق الباب.
كانت هذه الوظيفة في البداية في محطة مترو سينزوكو في طوكيو، وهي إحدى المحطات الرئيسية المزدحمة بالركاب في العالم، والتي يعبر من خلالها أكثر من 3 مليون راكب في اليوم. كان الطلاب في البداية هم الذين يعملون في هذه المهنة مقابل حصولهم على نصف راتب، وكنتيجة لذلك تم إدخال هذه المهنة في الكثير من محطات السكة الحديدية والمترو باعتبارها عمل ثابت. يربح هذا الشخص من 2,000 إلى 4,000 دولار شهرياً. الشخص المنتظر في الطابور. نحن نقف في الطابور ونضيع كمية كبيرة من الوقت دون أن يكون لدينا الفرصة في فعل أي عمل مفيد، لكن يوجد في العالم من هو مستعد لكي يقف مكانك، كما هو واضح من المسمى الوظيفي. هؤلاء الأشخاص مستعدون للوقوف في الطابور المحدد إلى أن تنتهي من عملك. كل ما عليك هو أن تتفق مع الشخص كي يأتي إليك في المكان المحدد ويقف في الطابور، وعندما يقترب دورك يخبرك بذلك. ينبغي أن نقول أن هذه الوظيفة تنحسر بالتدريج، لكنها لا تزال موجودة في بعض البلدان الغربية، كما أنها مشهورة في بريطانيا. هذه الوظيفة أيضاً مشهورة في حال وجود عروض كبيرة على المنتجات أو عند إصدار منتجات جديدة. على سبيل المثال، كان عدد المنتظرين كبير جداً عندما ظهر هاتف آيفون الجديد. ينبغي أن تكون صبوراً لهذا العمل وأن تكون مستعداً بدنياً. التعليم ليس شرطاً، لذلك يمكن أن تفكر في الحصول على هذه الوظيفة. الساعة الأولى تساوي 25 دولار والساعات المتتالية الأخرى تساوي 10 دولار. يبدأ العمل من ساعتين، أي أنك تضمن لنفسك أن تحصل على 35 دولار في الوردية. شباب في العون. لا يستطيع الشخص الثمل أن يتحرك من مكانه بسبب شعوره بألم في الرأس ومغص في البطن وجفاف في الحلق. بالإضافة إلى كل ذلك، سيضطر عادة لتنظيف البيت بعد أي سهرة ماجنة. ومن الشخص الذي يمكن أن يقوم بتنظيف المنزل وهو في هذه الحالة السيئة؟ هذا الأمر دفع بعض الشباب القليلين من استخدامه كمشروع ناجح، مثل مارك سيمينس وإليكس نيكول. هذان الشابان بعد انتهاء دراستهما قاموا بتأسيس شركة بعنوان هانغوفلا هيلبرز، أي مستعدون في تخليصك من آثار الشرب. قام الشابان بإطلاق المشروع في المدينة الجامعية بولدر الموجودة في كولورادو، التي تقام فيها الكثير من الأمسيات الطلابية الماجنة. يقوم الشابان أيضاً بإحضار وجبة بوريتو وزجاجة مياه لكل عميل. تبلغ قيمة العمل 20 دولار مقابل تنظيف كل غرفة. إذا أخذنا في عين الاعتبار أن هذه الحفلات تحدث دائماً، فيمكننا أن نعتقد أن الشابين يربحان أموالاً كثيرة. تحريك الجبال الجليدية. ظهرت هذه المهنة بعد عام من غرق سفينة تايتانيك. حينها فهم الناس مدى خطورة الجبال الجليدية وبدأوا في استئجار متخصصين لتحريكها. يجوب هؤلاء المتخصصون أرجاء البحار ومعهم قاطرات كبيرة، ومهمتهم هي العثور على الجبال الجليدية الموجودة في طرق سير السفن وقطرها عند الضرورة، وإبعادها إلى مسافة آمنة للحيلولة دون وقوع أي كارثة ممكنة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هؤلاء المتخصصون في حل مشكلة أخرى، وهي ملء احتياط مياه الشرب. فهم يقومون بسحب الكتل الجليدية الكبيرة الصالحة للشرب إلى الشواطئ. وهناك يوجد فرق أخرى تقوم بتسخين جبل جليدي كي يذوب، ثم سحب السائل الناتج قدر المستطاع، والذي يخضع لعمليات المعالجة. يربح هؤلاء المتخصصون حوالي 20,000 دولار في اليوم. لا تنسى أن تكتب في التعليقات عن الوظيفة التي يمكن أن تقوم بها. لا تنسى أيضاً أن تعجب بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد.